أن يكون معي الآن دكتور حسن محمد الجهني، عضو هيئة التدريس جامعة الطيبة، مدير معهد الإمام نافع، تابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم مدينة منورة. حياك الله دكتور حسن. سلمكم الله. أهلاً. بارك الله فيكم. أهلاً وسهلاً. أستاذ عبد الله، يا مرحبا. يا مرحبا، حياك الله. احنا سعيدين والله بمتابعتكم وبارتباطنا كذا الجميل في هالبرنامج مع المدينة المنورة. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله علينا وعليكم. اللهم لك الحمد لله. طيب بداية كلمني عن هالمعهد، معهد الإمام نافع التابع للجمعية اللي أنت الآن تديره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء إنشاء معهد الإمام نافع لإعداد معلمي القرآن الكريم تلبية لاحتياج الحلقات التابعة للجمعية، احتياج للمعلمين المؤهلين قرآنيا وعلميا وتربويا للقيام بتعليمهم وتجهيزهم وإعدادهم لتدريس القرآن الكريم في حلقات الجمعية. يا سلام. طيب احنا يعني بمثل هالمعهد آلية التدريس فيه يعني متعلقة بالقرآن والقراءات وغيره؟ اي نعم، هو المعهد مخصص يعني لإعداد المعلمين، يعني شريحة المعلمين، لإعداد المعلمين، سواء كان المعلمين يعني مستجدين أو كانوا يعني من ذوي المشاركة السابقة ولكن يحتاجوا إلى تنمية قدراتهم وتطويرهم وما إلى ذلك. يعني عندنا عدة دورات، مثلا دورة في إعداد المعلمين، هناك أيضا دورة للقراءات ونحو ذلك، مجموعة أنشطة ودبلومات. كم مدة التعليم في المعهد؟ نحن يعني الفكرة أن في السابق كانت الفكرة إقامة دبلومات مستمرة، يعني من سنتين، وبعض الدبلومات سنة وبعضها ستة أشهر. السلام. لكن الآن التركيز في المعهد على الدورات، إقامة دورات سريعة لإعداد المعلمين، يعني لتغطية الحاجة إلى المعلمين في الحلقات المدينة. جميل. خصوصا مع هذه الجائحة، نرفع الله عز وجل. كان في دورات عن بعد وسط أثناء الحجر وعن المسلمين. نعم، كانت فيه دورات عن بعد أثناء منع التجول فترة الماضية. الحلقات ما يعني ما زالت مستمرة إلى الآن وقائمة. نعم، لم تنقطع. وقسم الشؤون التعليمية في الجمعية قائم بدوره على أكمل وجه من متابعة الحلقات ومتابعة الطلاب ومتابعة المعلمين والتسجيل في برنامج كرام، التطبيق كرام. كذلك عندنا ستقام دورة إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني دورة جديدة. ونحن ما زلنا مستمرين ونعمل بفضل الله عز وجل. جميل. عاد اليوم إن شاء الله ممكن أو بكرة الرواتب تنزل والجمعية ومثل هالوقف إن شاء الله بإذن الله تعالى نامن من الله عز وجل أنه إحنا نفرح والناس تبادر في مثل هالوقت بالمساهمة في هالوقف ودعم مثل هالمعاهد التابعة للجمعية. يعني من المعلوم لكل مسلم ما في فضل تلاوة كتاب الله عز وجل من الأجر العظيم وحفظ شريعة الله عز وجل وصلة العبد بربه، حيث يتلو كتابه الذي هو كلامه الموصوف بصفات العظمة والمجد والكرم. أهل القرآن العاملون به هم أهل الله وخاصته وأهل الحظوة والقربى لديه. يقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أثنى الله عز وجل على من يقوم بتلاوته وبين لهم من الثواب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كما أن خير ما تصرف فيه الأوقات هو مع كلام الباري عز وجل، فإن من أعظم مصارف الصدقة والزكاة وما يبذل وينفق من نشر كتاب الله وتعليمه الناشئة وأبناء المسلمين. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية المطلقة المذكورة في الحديث تشمل كل ما له شأن في تعليم كتاب الله عز وجل، يدخل فيها الإنفاق والبذل لإقامة الحلقات القرآنية ونشرها بين المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يبذل ماله لتحفيظ القرآن هو في الحقيقة معلم القرآن.
وإني من هذا المنبر الكريم أدعو المستمعين ومستمعات إخواني وأخواتي إلى المشاركة والتبرع لصالح هذا الوقف المبارك. نعم. كل على قدر طاعته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدقة عنك وعن والديك أحياء وأمواتا إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، ومنها من علم علما. كذلك دعوة الناس وأقاربك وإخوانك للتبرع لهذا الوقف والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على ذلك، وهو من أفضل القربات لما فيها من النفع الخاص والعام والأعمال الصالحة والصدقة الجارية التي يصل أجرها إلى كل من ساهم في نشاطها بماله أو ببدنه، فإن من أعان على خير أصابه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وصراحة الذي وقف على أنشطة الجمعية وجهودها خلال 60 عاما منذ تأسيسها حتى يومنا هذا في تعليم كتاب الله حفظا وتجويدا وإتقانا لأبناء المدينة وضواحيها، يعلم يقينا قدر الحاجة لإقامة هذا الوقف، بل والمبادرة إلى الإنفاق والسعي لإقامته، والله أعلم. اللهم يا رب وفقهم وسددهم وعنهم، إن شاء الله نفرح من حقيقة الوقف ما لم يبقى منه الكثير. اللهم أمين. 77% وإن شاء الله بإذن الله تعالى نفرح بإكتماله. شكرا لك دكتور حسن بن محمد الجهني، عضو هيئة تدريس بجامعة الطيبة وأيضا مدير معهد الإمام نافع التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، الذي يخدمه هذا الوقف وقصادنة القرآن. شكرا دكتور حسن. طيب.